يعتدوا علينا وعلى بيوتنا من يوم طالع، واحنا بنناشد كل الشعب العربي اليوم صار وقت الثور، وبكفي بكفي خذلان، بكفي تتفرجوا علينا من بعيد. احنا عم نتعرض لاعتداءات يوميه، ضرب وقتل واعتقالات يعني كما تشاهدون من قلب حي الشيخ جراح الان، من يعني جزء بسيط من يوميات اهالي الشيخ جراح، يعني اللي بتعايش يعني معها، يعني جزء بسيط جدا، يعني اعتداءات من المتطرفين اليهود والجيش بيحميهم وبقوم بقمع الفلسطينيين المعتدى عليهم. احترق بيت جيراننا، خرقوا بيت جيراننا بيت القاسم، منعوا الاطفائيه توصل البيت وتطفيه. هذا احتلال حقير، هذا الاحتلال حقير وعنصري، وهي اسرائيل عم بتمارس جرائم دوليه. الله يعينكم. عم بتمارس